على مالك. على مالك أخي، شوي شوي. مصطفى بيك، مصطفى بيك، قوم وصلنا. شكرا. شو عم تعمل يا بيك؟ مو بيناتنا. تسلم يا بضاي، ممنونك. تصبح على خير. تلاقي الخير، الله شوفك. معك. سلم لي على أبوك كتير. الله يسلمك. بدي اقول لك شيء، بالحقيقة أنا وياكي عم نتعب كتير. في عنا 3 أولاد، يعني عندك بلم ومحمد ومصطفى كمان، وأنا مثلك ييت وما سال على الطريق وطاهر، يعني هنن ما بيكبروا بيضلوا أولاد على طول، لهيك بصفتنا أمهات منضل ندور على إشياء نعلمهم ياها دايماً. ولهيك روقي لك صاروا قد الشناتير، يكبروا لهم شوي بقى. لك حبيبتي، انتي فهمتي شو قصدي؟ اكيد نفس فهمت. بس يلي عملتوه ولدني. قال شو بتغيري شكل، بتشمي هوا وبترتاحي، طقت روحي اليوم. حبيبتي، نحن ساوينا شي مو منيح. نفس، هلأ طاهر إذا ساوى معك هيك شي فيكي تعتبري اللي قالوا شي عادي؟ قليلي شو بتحسي؟ قليلي نفس. أنا كنت مفكرة إني عايشة بروحه وبقلبه لمصطفى، بس شكلي طلعت عايشة على كذبة مو أكتر. معك حق، بس روقي شوي، مو سهلة عليكي. يلي صار معك أكيد ما في مرة بتقبل فيه. أنا تولدنت، آسفة، سامحيني. نحنا كنا مفكرين نجمعكم سوا لأنه مصطفى ما قال من قلبه أبداً وندم على اللي عمله. كان همنا نجمعك فيه، كلنا منعرفه قدي بيحبك وما بيستغني عني. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.